السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ملخص وخسارة مانشستر سيتي، يعني أمام توتنهام الفوز وين تحقيق فوز أمام مانشستر سيتي، انتصار وين حقق فريق توتنهام انتصار مستحق على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف ضمن فعالية الجولة الأولى من الدور الإنجليزي الممتاز لبريمير ليج. واستضاف توتنهام يعني على ملعبه حامل لقب مانشستر سيتي، ونجح الفريق اللندني بقيادة مدربه نونو سانتون في لقائه الرسمي الأول في تحقيق الفوز وخطف 3 نقاط من السيتي. يعني بداية ما كانت نقولوا بلي هذه اول بدايه سيئه لغوارديولا، هذه اول بدايه سيئه لغوارديولا في البريمير ليج، اول بدايه نقولوا اول مباراه. لم يكن الفوز توتنهام بالصدفه او الحظ، بل قدم توتنهام اداء رائع طوال اللقاء، وكان الطرف الاقوى في معظم الفترات المباراه بقياده كوريا الجنوبيه المتالق من سون. ونستعرض معكم موقع يعني في هذا التقرير ان ابرز ملاحظات على خساره مانشستر سيتي امام توتنهام في افتتاحيه لقاءات فريقين بالبريمير ليج، وانفتقاد السيتي لاهم اسلحته امام توتنهام. يعني نقولوا باللي معظم اللاعبين تاع السيتي ما كانوش اي فريق يتولى وين اي فريق يتولى الاسباني بيب غوارديولا تدريبه، سواء برشلونه الاسباني او بايرن ميونخ الالماني. او الان مع السيتي يكون بناء اللعب من الخلف اهم شيء يقوم به المدرب بالتركيز عليه، ولكن في المباراه توتنهام لم ينجح مانشستر سيتي في ذلك، وراينا السيتي يحاول القيام بذلك ففشل في اكثر من محاوله كانت ستتسبب في استقبال اكثر من هدف. قد يكون هذا بسبب الضغط الذي قام به خط الهجوم توتنهام في مقدمة، فرأينا ثلاثي يعني وبقيادة سون وأيضا لوكاس مورا متواجدين بالقرب من منطقة جزاء سيتي لصد محاولات الفريق لعملية بناء اللعب من الخلف والنجاح في توتنهام في ذلك. قناص كبير نونو سانتو جميع عرفه مع الفريق فولهامبتون، وكيف نجح دائما في الفوز على الكبار البريمير ليج، والان مع توتنهام ونجح في تحقيق ذلك مره اخرى، وهذا المره عن جداره واستحقاق. فالمدرب البرتغالي اصبح يمتلك عناصر افضل بكثير من الفريق فولهامبتون، لذلك بات الهجمات المرتدة التي يلعب عليها دائما أفضل وأقوى بقيادة سون الذي كان من نجوم اللقاء. مرة أخرى هذا المدرب يتفوق على بيب غوارديولا في الدور الإنجليزي ويضع اسمه وسط المدربين الكبار، يعني أمثال كلوب مورينيو، ويعني نقولوا بلي كثير من المدرب فازوا على غوارديولا بالدور ب3 مرات حتى الآن. ونقولوا لعنة السيتي تستمر أمام توتنهام مرة أخرى، وانفشل مانشستر سيتي في كسر لعنته أمام توتنهام في مسابقة الدور الإنجليزي، فشل للمرة الرابعة في تحقيق الفوز على توتنهام عندما يواجهه في افتتاح لقاءاته بالبريمير ليج. في سباق لعب مانشستر سيتي 3 مرات أمام توتنهام في الجولة الأولى بمسابقة الدور الإنجليزي، وخسر وقتها السيتي مرة وتعادل في مرتين، والآن فشل مرة أخرى فريق غوارديولا في كسر اللعنة. المشكلة السيتي الدفاعية أزمة كل بداية الموسم، كما حدث في الموسم الماضي ظهر مانشستر سيتي بمستوى دفاعي سيء للغاية بالرغم من تطور المنظومة الدفاعية للسيتي في الموسم الماضي، والتي شاركت بصورة كبيرة في تتويج الفريق باللقب المحلي. ولكن في مباراة توتنهام ظهر مانشستر سيتي بأداء دفاعي هزيل قد يجعله يتراجع من جديد، كما حدث في الدور الأول بالموسم الماضي. فالفريق اللندني كان
يصل الى المرمى ايدرسون بسهوله، ولم ينجح خط الدفاع سيتي في ايقاف هجمات المرتده التي اتقنها توتنهام في هذه المباراه. حنا المهم كانت مباراه شيقه، مباراه اللي شاهدنا فيها رغم ان وين محرز نقولوا باللي محرز والسيتي يسجلان اول خساره في افتتاح البريمير ليج. من اخفاق امس الدولي الجزائري رياض محرز رفقه ناديه مانشستر سيتي في تسجيل اول خساره في افتتاح الموسم الجديد من البريمير ليج بعد خسارتهم امام توتنهام بهدف لصفر. وشارك محرز اساسي في هذه المواجهه ضمن تشكيله ناديه السيتي، اين حاول بصم على مردود متوسط على غرار اغلبيه اللاعبين فريقه. وفي الدقيقه 78 قرر المدرب غوارديولا اشراك واجراء تغييرات على التشكيله، اين اراح رياض محرز الذي ترك مكانه لزميله. وانتهى هذا المواجهه بتسجيل رفقاء رياض محرز اول هزيمه لهم في هذا الموسم الجديد من البريمير ليج امام توتنهام بنتيجه هدف لصفر. المهم حنايا شعلنا محرز الفنيات تاعو، شعلنا واحد التريبل، واحد المراوغه اللي دارها وين يعني شعلت المدرجات. لكن هذه هي المباراه كما نقولوا حنايا محرز، نقولوا باللي السيتي ما نقولوش دائما الانطلاقه تاعو تكون ضعيفه، نروحوا غير العام الموسم الماضي والانطلاقه شويه كانت متذبذبه وين كان مكلاسي وقيل الويتيام ولا ما شاء ما كان كلاسي ومن بعد عاود قلع. على ذلك نقولوا باللي يا ودي ما نحكموش على فريق في الجوله الاولى، مازال لعبت عشا مازال ولا ودي الخريف، مازال الخريف، مازال مشتى، مازال الربيع، مازال اش، مازال الصيف الى الصيف. على ذلك نقولوا باللي يا ودي من كاين اللي بالخف يقول لك السنه السيتي غادي دير والو. يا ودي مازال كاين، راهم كاينين السنه راهم ملاح. السنه كي تشوف تشيلسي، تشوف مانشستر يونايتد، تشوف ارسنال، تشوف توتنهام، ليفربول البارح، يعني تشوف هذه المباريات كاين اللي يتبع، كاين اللي يتبع بالك يتفرج في السيمانه يتفرج غير السيتي بصح. لا انا ما نكذبش عليكم، نتفرج مباريات، نشوف مباريات، نشوف باللي البارح شاهدنا كيفاش مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، يعني شاهدنا كيفاش كاين فرق اللي غادي كاين مفاجآت، كاين فرق في مانشستر في البطوله الانجليزيه وين عند كاين ينجموا يديروا مفاجآت، خاصة البطولة الإنجليزية، خاصة وين الفرق الكبيرة تاع التاريخ وين رجعوا بقوة، وين رجعوا بقوة. على ذلك نقولوا باللي ودي هذه انطلاقة شعلنا كيفاش في الدوري الفرنسي وين ليل كيفاش ضيع نقاط، شعلنا كيفاش مازال نشوفوا مباريات، تشوف كيفاش في الألمان، تشوف بزاف فرق. بصح من بعد البيلون يندار مع التالي، البيلون يمكن يكون كاين مفاجآت بصح الأقوى يقعد أقوى. تشوف أنت في إنجليز مانشستر يونايتد اشترى عندها لعابة، تشوف تشيلسي، تشوف توتنهام، تشوف ليفربول، يعني مانشستر سيتي، يعني كاين مناقرة، كاين مناقرة. خاصة من عاودوا ردوا الشعب كاين مناقرة، كاين تشوف لاعبين، تشوف المستوى كيفاش غادي يتحسن بعد هذا الوباء هذا اللي غادي كاين كيما يقول لك كاين ما نروحوش قالت كاين بزاف عندهم محرز ما دار والو، محرز ما دار والو بصح صح ما دار والو، حنا والفنا محرز يا دير كونترول ولا محرز لازم يمركي باش يولي عالمي. يا ودي قادر ما يماركيش كاع وقادر يمد لك مباريات كبار كاع، قادر ما يماركيش ويمد لك مباريات، شي قضيه لازم يماركي باش نامنوا به باللي راه يلعب. الناس في اليوتيوب ولا في الفيسبوك انا شفت شفنا محرز وين كنت بقى تشوف له في الاحصائيات تاعو ادى 6 فاصل وقيل 6 ولا 7 فاصل، يعني ما ماشي شوف اللعاب كيف راه يلعب اليوم. كون محرز لعبوا معاه اللاعبين اللي
دي برين دخلوا كلش، كنا غادي نشوفوا السيتي تشوفها باحسن حله تاعها. هذه هي ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله. هذا مكان